مرحبا بكم مشاهدينا في اليوم السابع، نستعرض لكم ما اهتمت به الصحف على مدار أسبوع كامل لنناقش ونحلل آراء الكتاب في أبرز المواضيع. الملف الليبي كان من أبرز الملفات التي ضجت بها الصحف طيلة أسبوع منصرم، لذا نستذكر ما تناقلته الصحف طيلة هذا الأسبوع ونبدأ من صحيفة جازيتا رو والتي تساءلت هل أو كيف أوقعت ليبيا بين أعضاء الناتو؟ العرب اللندنية عنونت أو أكدت بأن حكومة طرابلس تشوش على تنسيق فرنسي روسي محتمل بشأن ليبيا. واشنطن بوست سلطت الضوء على أن المقاتلون السوريون تورطوا في ليبيا، رفضوا من أقاربهم وفصائلهم ومصيرهم مجهول. الشرق الأوسط نقلت عن الأمم المتحدة القول بأن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة وكورونا قد يستفحل. العربي الجديد نوهت إلى أول مواجهة بين الكاظم والميليشيات المرتبطة بإيران. القدس العربي تطرقت إلى أزمة سد النهضة بالقول تمسك أثيوبي بملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان. هذه كانت أبرز الملفات التي طويت بها صفحات الصحف الصادرة لهذا الأسبوع. ضجت آراء الكتاب في أروقة الصحف في وصف الممارسات التركية بتكرار السيناريو العثماني بحق الدول العربية، ومنهم من ألقى باللائمة على من يتمنون الغلبة للنظام التركي أينما حل في أوطانهم، ولا ضير بالنسبة لهم إن ترزح أو أن ترزح كل الدول العربية تحت نير الاحتلال العثماني من جديد، طالما أن رجب طيب أردوغان يتكلم بلسان المرشد العام لجماعة الأخوان. فأنصار السلطان من العرب هم أعضاء الجماعة أو موظفون في بلاط الدولة التي يديرها ويحكمها الأخوان. أما بالنسبة للدور المصري فرآه بعض الكتاب والصحفيين بأنه دور مهم في وقت مهم، وأنه في واقع الأمر لم تستنجد مصر بالدول المهتمة بالشأن الليبي بقدر من صب اهتمامها على القبائل الليبية التي ترفض التدخل التركي في شؤون بلادها لتكون رأس الحرب في حرب تحرير وطنية سيكون الجيش المصري عنصرا مساعدا فيها. أما هذه المعطيات تفضل فئات في منطقة توصيف واقع الحال اليوم بأنه صراع قديم جديد بين الأوروبيين والأمريكيين والأتراك والروس على الدول العربية، لا يختلف كثيرا عن ذاك الذي دار بينهم بداية القرن الماضي. هذه الأطروحات نناقشها ونحللها من وجهة نظر صحفية في حلقة الليلة. وقبل أن نبدأ نقاش الليلة يمكنكم أيضا إبداء آرائكم مشاهدين من خلال التصويت على السؤال المطروح على موقعنا الرسمي وعلى الفيسبوك. لم يعد الأمر يرتبط فقط بمشاريع اقتصادية وثروات باطنية في البر والبحر، وأينما بات الوجود التركي يمثل تهديدا للأمن الأوروبي على الحدود الجنوبية للقارة العجوز المطلة على البحر المتوسط. دون أي مغالطات أو مزايدات تحارب تركيا بجيشها وعتادها اليوم في ثلاث دول عربية تتوغل بقواتها في هذه الدول بذرائع مختلفة، ولكن القاسم المشترك بينها هو محاولة إثبات أنها لا تزال القوى التي يمكنها السيطرة على العالم العربي. يريد رجب طيب أردوغان إحياء الاستعمار العثماني في المنطقة التي احتلها أجداده لـ500 عام. في العراق وسوريا وليبيا يتمدد الأتراك دون حسيب أو رقيب. الأمم المتحدة ومجلس الأمن هادئان تماما إزاء عبث أردوغان في الدول الثلاث، فيما تصمت الولايات المتحدة وكأن شيئا لم يكن. أما الروس فهم يمارسون التنسيق مع السلطان في نوع من الانتهازية الواضحة لصالح الحفاظ على مصالحهم على سواحل البحر المتوسط. بالنسبة للأوروبيين فهم عالقون بين تركيا الشريكة في حلف الناتو
والمشروع الجديد للإمبراطورية العثمانية الذي بات يهدد مصالحهم. لم يعد الأمر يرتبط فقط بمشاريع اقتصادية وثروات باطنية في البر والبحر، وإنما بات الوجود التركي يمثل تهديداً للأمن الأوروبي على الحدود الجنوبية للقارة العجوز المطلة على البحر المتوسط. في الحقيقة لا يمتلك العثمانيون الجدد مشروع دولة أو بديل عن الحكومات التي يفضلون الاحتلال التركي عليها، هم فقط يريدون هيمنة الإسلام السياسي على المنطقة لتتحول إلى مصنع عملاق للموارد المالية والبشرية التي يحتاجونها لنشر ثقافة الإقصاء والتطرف التي يغرقون فيها، وتنطح بهم أدبياتهم وخطاباتهم وأدواتهم الفكرية والسياسية، حيثما يحل معهم الخراب، ولم تصاحبهم أي تجربة تثبت عكس ذلك. أمثلة كثيرة في مصر والسودان وتونس وسوريا وغيرها، ولأن مشاريعهم المباشرة في كل مكان ما عدا قطر تضعضعت وتهدمت، اصطفوا وراء الأطماع الأردوغانية في المنطقة وراحوا يغذونها بالمال والسلاح والكلمة والمرتزقة لعلهم يعوضون خسائرهم من خلالها. ما يزيد بشاعة هذا المخطط هو أن الإخوان لا يتحملون كلفة الاحتلال العثماني لدولهم، من يتحملها ويدفع ثمنها مالا ودما هم أبناء البلد الذين يظنون أن تركيا تساندهم من أجل ذلك التغيير الذي ينشدونه لأوطانهم، ولكن عندما تنتهي الحرب ويهدأ غبار المعركة يجدون أنفسهم عبيدا للاحتلال لا يقل سوءا عن الواقع الذي ثاروا ضده. ولقراءة أوسع أرحب بضيوفي الكرام من بيروت الباحث والمستشار في العلاقات الدولية علي يحيى، ومن القاهرة كلا من الكاتب الصحفي أحمد الخطيب والباحث في العلاقات الدولية والتركية محمد ربيع الديهي. أهلا بكم ضيوفنا أعزاء. أبدأ معك ضيفي من القاهرة أحمد الخطيب، لو بدأنا حلقة الليلة وبحسب متابعتنا لما تناولته صحف عربية وإقليمية ودولية كانت توجه أنظارها وتترقب ما ستؤول إليه الأمور في ليبيا وسط تصعيد مصري غير مسبوق حيال الممارسات العدائية للنظام التركي، كيف تابعتم هذه التصريحات المقتضبة وهذا الهيجان المصري في وجه الأطماع العثمانية الجديدة في الدول العربية؟ أستاذ أحمد هل تسمعني؟ نعم أسمع. طيب أستاذ أحمد، كنت قد سألتك بأن كيف تتابعون هذه الممارسات العدائية للنظام التركي في الدول العربية وعلى رأسها ليبيا؟ القاهرة يعني منذ 10 سنوات منذ سقوط نظام القذافي وهي كانت تبتعد عن الملف الليبي، عن التعامل مع الملف الليبي بالمعاملة الخشنة، بمعنى أن القاهرة كانت تأمل بأن تكون الأوضاع هادئة وأن يصل الليبيون بأنفسهم إلى حكومة وطنية تقوم على شؤون البلاد وتعيد أمجاد وتستعيد البلاد من أتون الفوضى التي حدثت بعد سقوط القذافي. كانت القاهرة بعيدة عن الملف الليبي بالمعاملة المباشرة، بمعنى أن القاهرة كانت تميل دائما إلى ضرورة الحل السياسي وأن يكون هناك جيش وقوة تحمي البلاد من أتون حرب أهلية تقع فيها في أي وقت من الأوقات. كانت هذه وجهة نظر القاهرة طوال الوقت، حتى اعترى الوضع الليبي وضعا جديد، وهو عندما عقب اتفاق السخيرات وعندما تم التوافق حول حكومة مؤقتة ليبية فوجئت المنطقة العربية بأن الحكومة المؤقتة الليبية تأتي بغاز للأراضي الليبية وتقيم اتفاقيات دولية ليست من شأنها ولا قانون اتفاق السفيرات يقوم عليها على إطلاق. لا سيما أن هؤلاء قاموا باتفاق مع دولة عدائية ودولة تقوم بأعمال عدائية في المنطقة العربية، هي تحتل الشمال السوري وتضرب الشمال العراقي وتقوم بغزو الأراضي الليبية وتحاول سرقة مقدرات الدولة الليبية وتقوم بتأجيج الصراعات الداخلية في البلاد العربية عن طريق دعم المعارضة الإسلامية التي هي تقوم بأعمال إرهابية وما شابه. الخطاب السياسي التركي عدائي للمنطقة العربية بكلها يعني. هذا الوضع لم يرح صانع القرار المصري، وأدركت القاهرة أنها أمام خطر كبير وأن الساحة الليبية صارت معتركا
كبيرا لجلب الغزاة والمستعمرين والإرهابيين والمرتزقة كما تعرفون جميعا. هنا وضعت القاهرة خطا أحمر وقالت بأن هذا الوضع لن يستمر كثيرا ولا بد من وقفه. أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام وقال بأن القاهرة لن تسمح بأن تكون هناك أيادي تلعب بالوضع الليبي يقود مضجع الأمن العربي. استخدم الرئيس المصري آنذاك تعبير الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري، وكانت وقفة كبيرة والقاهرة جادة جدية كبيرة في هذه المسألة. هي الآن تنتظر رد الفعل المباشر من قوات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، سيما أن القاهرة لا ترى أن حكومة الوفاق أصبحت شرعية، أصبحت غير شرعية. هي الآن حكومة ليست حكومة بالمعنى، هي أسيرة الميليشيات، أسيرة المرتزقة، صارت أداة في يد المحتل التركي. قامت بتحويل الأموال الفترة الماضية للبنك المركزي التركي، واستجلبت مرتزقة سوريين ومرتزقة من كل من عدد من البلدان تحت، واستجلبت قوات حكومية تركية. صارت ليبيا أزمة حقيقية للقاهرة. القاهرة كما قالت قبل أيام أن التدخل في ليبيا صار أو بات محميا الفرعية الدولية. هذا هو الموقف المصري، والقاهرة جادة بالمناسبة. طيب. القاهرة جادة كبيرة في المسألة. أي اقتراب من الخط الأحمر الذي حدثته القاهرة ستكون. طيب سنأتي على جدية مصر في تهديداتها والسيناريوهات المحتملة التي سنأتي على السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن تقوم بها القاهرة، ولكن أستاذ علي يحيى بالانتقال إليك، يعني ضيفي من القاهرة الأستاذ أحمد تحدث بأن حكومة الوفاق استغلت اتفاق السخيرات لإدخال النظام التركي وتسليمه مقدرات ليبيا، ما جعلها فاقدة للشرعية عربيا وأوروبيا وممكن حتى تكون دوليا في الآونة الأخيرة. كيف تتابعون هذا التصعيد الحاصل في ليبيا؟ يعني بطبيعة الحال ليبيا، أول تحياتي لكم وللمشاهدين وللضيوف. يعني ليبيا حاليا تشهد استقطاب داخلي جهوي قبائلي وأيضا استقطاب خارجي تتداخل فيه عدة عوامل إقليمية ودولية، ولم يكن آخرها التهديد المصري ووضع خطوط حمراء بحال تقدمت أو حاولت قوات طرابلس التقدم باتجاه سرت والجفرة، مما أعاد توزيع الأدوار وإدخال أبعاد جديدة لهذا الأمر. يعني حاليا يعني يمكن ليبيا، لا يمكن أن نقول أن من يحكم طرابلس يحكم ليبيا، لو كون ليبيا تاريخيا مقسمة إلى 3 أقاليم، طرابلس فزدان و برقة، لكل منها حيثياته. يعني حتى خلال فترة حكم العقيد معمر القذافي لم يحكم هذه الأطراف والجهات الثلاثة عبر الاحتواء، إنما عبر الثغر وقوة الحديد والنار. وبمجرد أن أزيلت هذه المنظومة الحاكمة تفجرت هذه التناقضات التي نشاهدها حاليا، يعني لها حتى أبعاد تاريخية. يعني الآن هناك أمر واقع، هناك قوتين رئيسيتين في ليبيا، لها لكل قوة لها خلفيات وامتدادات خارجية، سواء حكومة طرابلس التي حتى صفت معها إيطاليا، وأيضا حكومة أو قوات الخليفة حفتر وقوات الشرق التي أيضا تقف خلفها شبكة من الدول، منها حتى فرنسا عضو أحد أعضاء حلف الناتو، وأيضا روسيا التي تعتبر أنها يمكن أن تنطلق من قاعدة القرضايا التي تود أن تتواجد فيها بشكل دائم نحو الكونغو وأفريقيا الوسطى. الوضع معقد في ليبيا. طيب يعني بالانتقال إليك ضيفي من القاهرة محمد ربيع عديهي، أستاذ محمد، يعني حقيقة هناك معسكرين في ليبيا، لكل من هذين المعسكرين اصطفافات
كيف تقرأ تعقيدات المشهد الليبي؟ يعني في الواقع ربما يكون المشهد الليبي أصبح الآن أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا بسعي تركيا إلى صورنة الأزمة الليبية وجعلها يعني أزمة جديدة في المنطقة يصعب حلها مع مرور الوقت من خلال دفع بالميليشيات وتوطين جماعات إرهابية للدفاع عن حكومة طرابلس كما توصفها الآن. ربما إن كنا نتفق مع شرعية حكومة طرابلس أو حكومة السرايا الذي يقودها الشرعية الدولية، إلا أن هذه الحكومة استغلت هذه الشرعية الدولية بصورة خاطئة كبيرة ودفعت وسعت إلى وجود جماعات إرهابية في ليبيا، عطلت أي مسار سلمي أو سياسي في ليبيا. الآن بالتعاون مع تركيا ومع حكومة السراج نشاهد الأوضاع في ليبيا باتت أكثر دموية وباتت في اتجاهها ناحية سوريا جديدة. نحن نتحدث الآن عن أزمة أصبح الآن ليس القرار في يد حكومة السراج الذي تدعي أنها شرعية، وإن كنت أنا كباحث سياسي الآن أتحدث من وجهة نظر الشخصية وليست وجهة نظر يعني أنظمة أو دول أو أي مكان. حكومة السراج أصبحت الآن ساقطة الشرعية، ليس لديها شرعية دولية نظرا لكثير من الأفعال، أولها جلب مرتزقة والاستغناء عن الجيش الوطني الليبي. البرلمان الشرعي أو المنتخب شرعيا في ليبيا لم تستمع له حكومة السراج، باتت الآن تضحي بالشعب الليبي. كل هذه الأمور جعلت الآن أمام موقف صعب للغاية حكومة السراج التي تدعمها تركيا. الآن المجتمع الدولي الذي بات يرفض هذا الدعم التركي لحكومة السراج، أو بمعنى أصح إرسال المرتزقة والإرهابيين من جانب تركيا وإمداد الإرهاب أو إمداد الميليشيات المسلحة بالأسلحة في ليبيا مما يزعج كثير من الدول. السعي التركي أيضا للاستغلال أو الاستيلاء على النفط سواء في منطقة شرق المتوسط أو في ليبيا، حتى السعي التركي إلى استخدام ليبيا كورقة جديدة للتغلغل للعمق الأفريقي، إضافة إلى التوجه إلى أن تكون مركز أو نقطة جديدة للتوجه ناحية أوروبا من خلال البحر المتوسط، وهي ورقة يخشيها الآن. نشاهد الآن عمليات طعن في بريطانيا وغيرها. كل هذه الأمور باتت الآن تؤكد وتشكل ورقة إرهاب للمجتمع الدولي. ربما كان بالأمس أو أول أمس هناك بيان من ثلاثي هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا حول الأوضاع في ليبيا، وأكدوا على ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة الوصول إلى حل سلمي والنزول إلى تسوية سياسية في ليبيا. وهذا ينم أو يؤكد على ربما وجود رؤية أوروبية مشتركة في القريب العاجل تؤكد الرفض للدور التركي. ربما تكون فرنسا هي أولى الدول التي تنبهت لهذا الدور منذ بداية العدوان أو الغزو على الشمال السوري ورفضت هذا واحتجت كثيرا، حتى أنها وصفت حلف الناتو بأنه مصاب بالسكتة الدماغية. الآن نشاهد انشقاقات في حلف الناتو بسبب وكررها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في خطابه الأخير، ولكن هذا التخوف الفرنسي من يعني النظام التركي أو من ممارسات النظام التركي. يصح المثل القائل بحق النظام التركي اليوم أينما حل معه الخراب، وهو وقع الحال في كل الدول الذي تدخل بها النظام التركي، وحتى حول ثوراتها من ثورات سلمية إلى ثورات مسلحة أو حتى إرهابية إذا صح الوصف. بالضبط، هو النظام التركي يعني حينما وجد معه كثير من الأزمات ودعم الإرهاب. الآن هناك تقارير دولية ترصد وتؤكد دعم النظام التركي للإرهاب. هناك لجان شكلت بعد الغزو للشمال السوري وأكدت أن الأفعال التي قام بها النظام التركي أو من يعاون النظام التركي ترقى إلى جرائم حرب. لو شكلت الآن لجان دولية لتقصي الأوضاع في ليبيا ستجد نفس الإشكالية ونفس القضية. نحن نتحدث عن ميليشيات، عن انتهاك لقانون دولي، نتحدث عن انتهاك لقرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا في تصور وفي تحدي خطير جدا لقرارات الأممية ومجلس الأمن. إذن نتحدث عن شرعية حكومة الوفاق بناء على اختراق هذا القرار، أم نتحدث على النظام التركي الذي ينتهك هذه القرارات؟ حتى الأطفال لم يسلموا من أذى الحروب أو جرات أو ويلات الحروب. الآن نشاهد أردوغان يجند أطفال تجاوز عمرهم 18 للقتال في صفوف مرتزقة في ليبيا، يهدد أسر في الشمال، غيرها من الأمور. كل هذه الأمور يعني تؤكد مدى يعني ارتكاب هذا النظام المتواجد الآن أو الذي يحكم الآن في تركيا لكثير من المجازر. ربما تكون هي ليست المرة الأولى، ولكن إن رجعنا
رجعنا إلى التاريخ سنجد مجازر الأرمن وغيرها من المجازر والإشكاليات التي ارتكبها النظام التركي. نحن نتحدث الآن أن مصر حينما أعلنت بأنها ستبدأ في الدفاع عن الشرعية أو أن هناك شرعية دولية لدخولها في ليبيا، نعم هناك شرعية دولية، الأمم المتحدة تعطي الحق لمصر للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي إذا تضرر هذا الأمن. وإن نظرنا إلى إلى تقارير في الأمم المتحدة رصدت عام 2016 أو 17 تحدث على أن الحدود المصرية الليبية هي حدود رخوة، وهي بذلك تعطي شرعية إلى مصر نظرا لعدم أمنية هذه الحدود بالصورة الكافية ونظرا لوجود إرهاب. أغلب العمليات الإرهابية أو تواجد الإرهابيين الذين نفذوا عمليات في صعيد مصر كانوا من عن طريق الحدود الليبية. ربما ضبطت الأمور الآن، لذلك مصر لا ترغب في عودة الأوضاع مرة أخرى لما كانت عليها بعد ضبط الأوضاع في الداخل المصري واستقرار الأوضاع. تفضل. طيب، بالانتقال إلى ضيفي من القاهرة أيضا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هنا كنا نتحدث بأن أينما حل النظام التركي حل معه الخراب وانحراف للثورات السلمية التي حصلت، حيث أصبحت تأخذ طابع متطرف أو طابع ذات فكر إرهابي. اليوم هنا نتحدث عن أحقية مصر في الدفاع عن أمنها وأمن حدودها في التدخل مباشرة في ليبيا. لا يوجد أحد يتحدث في عدم أحقية مصر. أو لا يوجد أحد يتحدث. القانون الدولي والقاهرة قالت ذلك بوضوح وشرعت إعلان التدخل في ليبيا. لا يوجد أحد هناك يتحدث. طيب، ولكن اليوم نرى هذا التمدد التركي أستاذ أحمد، هذا التمدد التركي بدون لا حسيب ولا رقيب. حتى الأمم المتحدة، مجلس الأمن يبدو أن هادئين تماما إزاء هذا العبث التركي في الدول العربية. أنا تقديري أن الدور التركي سينتهي قريبا. تركيا تقامر بمستقبل شعبها وتخترق القوانين الدولية بشكل واضح وجلي. لا يحتاج الأمر إلى أن نقول أن تركيا تخالف القانون الدولي وتخالف حتى الأعراف. لا يحتاج الأمر إلى ذلك. تركيا تقامر، تلعب لعبة خطر كما قال الرئيس ماكرون قبل أيام في وصف الدور التركي في ليبيا. قبل 20 عاما لعب نفس الدور تقريبا صدام حسين ولقي ما لقي. هنا كل من يلعب هنا تتوقع بأن رجب طيب أردوغان سيلاقي ذات المصير الذي لقاه صدام، سيلاقي ذات المصير. طيب، نسمع وجهة سيلاقي نفسه. طيب، نسمع وجهة الأستاذ علي. أستاذ علي، كيف تنظر إلى وجهة النظر القائلة بأن ما يقوم به اليوم رجب طيب أردوغان والمصير الذي سيلاقيه هو ذات المصير الذي لقاه صدام حسين قبل 20 عام؟ بطبيعة الحال لا شك أن المنظومة التركية الحالية تعمل من خلال ما متابعته خلال السنوات السابقة، تعمل تعمل عبر الولوج نحو الخواطر الضعيفة. وهذا دأب كل الدول التي تملك من القوة الناعمة والقوة الضاربة لمحاولة الدخول إلى أسواق جديدة ودول جديدة بحرفية عالية. أخذ مثال تدخل التركي في سوريا وفي العراق، وإن كان في بعض تصريحات نائب الرئيس التركي وبعض القيادات التركية ينبع من خلال النظرة إلى الميثاق الملي، إلا أن تركيا تعتبر أن هذا هو حقها التاريخي، كونهم لا يريدون من خلال أحد تصريحات الرئيس التركي أردوغان أن يتم حصر تركيا ضمن الدولة التي بنيت خلال 90 عاما. إنما الدولة التركية كما يعتبر بعض القادة الأتراكية تركيا العثمانية التي تمتد من البلقان إلى وحيث يتواجد النفوذ الثقافي التركي، وهذا بطبيعة الحال معظم الدول تعمل. طيب، أنت تنظر أستاذ علي بأن النزعة الاحتلالية هي النزعة الاحتلالية هي من تملي على النظام التركي أن يقوم ما يقوم به في الدول العربية، بعكس تحليلات صحفية تحدثت عن أن الدور التركي اليوم في الدول العربية هو يطلب من هذا النظام القيام به.
لا شك أن في بعض المراحل هناك تقاطعات ما بين تركيا من جهة وما بين الولايات المتحدة من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال يعني بين 2007 ولا 2011 على سبيل المثال كان هناك محاولة لإيجاد نموذج إسلامي عثماني لصدمه بالنموذج الإيراني. طبعا فشل نسبيا هذا الأمر حين اتفقت الدولتان التركية والإيرانية للتبادل الاقتصادي والاتفاق على العقوبات التي فرضت على إيران. الآن حاليا هناك محاولة من الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة وأيضا الجيش الأمريكي للبناء على توافق معين مع تركيا داخل ليبيا على سبيل المثال من خلال ما شاهدناه من زيارة قائد أفريكوم لطرابلس لمنع روسيا من التمدد وحتى نزع ورقة أن تكون هي راعية التسوية ما بين طرابلس وبنغازي. وإن كان إدارة ترامب في وقت من الأوقات قد غضت النظر وأيد هجوم حفتر على طرابلس إلا أن الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة كما ذكرنا والجيش الأمريكي يهمه أيضا منع تواجد روسيا هناك. ومن هنا الاقتراب أكثر حاليا من تركيا والدور التركي حاليا داخل ليبيا وحتى غض النظر عن محاولة الاحتكاك أو الاحتكاك الذي حدث مؤخرا ما بين إحدى القطع البحرية الفرنسية والتركية وهو ما أثار امتعاض الفرنسيين ودعوا الذين دعوا أيضا حلف شمال الأطلسي للتحقيق بهذا الأمر. طيب ضيوفي الكرام نقاشنا مستمر ولكن بعد أن نتابع المقال التالي ومن ثم نعود. لم تكن تركيا على وفاق مع مصر منذ أن سقطت دولة الإخوان فيها. لم يستطع أردوغان وهو الممثل الرسمي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين أن يهضم الهزيمة. لقد تصرف يومها بما يتناقض مع العرف الدبلوماسي فوضع تركيا كلها في خدمة أجندته الإخوانية وصار يتصرف بعدوانية في كل ما يتعلق بمصر. لم تكن علاقة مصر بتركيا جيدة عبر التاريخ الحديث غير أنها لم تبلغ هذه الدرجة من السوء إلا في عهد أردوغان. فالرجل يغلب في علاقته مع العالم العربي نزعته العقائدية على مصالح تركيا وهو يبيح لنفسه التدخل في الشأن العربي من غير أن يخشى عقابا. مصر إذن تواجه مؤامرة مزدوجة مادتها أطماع أردوغان الاقتصادية في ليبيا ونزعته العدوانية لفتح الطريق أمام الإخوان للإحاق الأذى بها. ذلك ليس بخاف على أحد من الأطراف المهتمة بتطورات الموقف العسكري في ليبيا، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان بشكل خاص. الجميع يدرك خطورة الموقف بالنسبة لمصر إضافة إلى اهتمامهم بالمعادلات السياسية وتداعيات الصراع العسكري داخل ليبيا. تخشى مصر أن يتأخر المجتمع الدولي في استجابته بسبب خلافات في وجهات النظر داخل حلف الناتو أو بسبب عناد أمريكي روسي يكون محوره محاولة كل طرف منهما إعاقة الطرف الثاني، فتقع الكارثة التي يخطط لها أردوغان، حينها يكون تدخلها بمثابة هبوط إلى هوية لا قرار لها. مصر تدافع عن نفسها فهي أكثر الدول تأثرا بما يجري في ليبيا، ذلك صحيح، غير أن الموقف الدولي حين ينحاز ضد الغزو التركي فإنه يعبر عن شعور عميق بالمسؤولية في مواجهة الوضع الإقليمي. مصر هي قلب المنطقة وهي قبة الميزان، ذلك يعني أن الإنصات إليها أمر في غاية الأهمية، لذلك فإن مصر لن تكون وحدها في مواجهة العدوان التركي إذا ما تطلب الأمر ذلك. أستاذ محمد بالعودة إليك، أنا تحدث ضيفي من بيروت الأستاذ علي قبل الانتقال إلى مقالنا بأن حلف الناتو منقسم داخليا حيال ممارسات تركيا. فرنسا تقف ضد تركيا وتركيا اليوم تستمر في انتهاكاتها وتستخدم حتى أسلحة الناتو في عدوانها في ليبيا. كيف تنظر أو كيف تقرأ لموقف حلف الناتو اليوم؟ لا ننسى أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصفه يعني الميت سريريا في الآونة الأخيرة. يعني في الواقع يعني موقف حلف الناتو الآن كما ذكرت وكما يتحدث الجميع بأنه منقسم على نفسه نتيجة الأفعال التركية أو الدور التركي الذي يقوم به والذي يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع. ولكن هذا الانقسام لن يطول طويلا، خاصة كنا نتحدث
على أن هذا الدور ترفضه الدول الكبرى وترفضه حتى الولايات المتحدة، وإن كانت هي لا تتخذ إجراءات الآن، أو إن كنا نتحدث أيضا على عدم جدية حلف الناتو في اتخاذ إجراءات لمواجهة تركيا، يعود إلى أن تركيا هي ما زال ينظر لها الناتو وما زال ينظر لها الاتحاد الأوروبي بأنها هي خط الدفاع الأول في مواجهة روسيا، إلا أن هذه النظرة بدأت تتغير ويقود هذا التغير الآن فرنسا. شاهدنا أيضا بريطانيا كان لها وجهة نظر بضرورة طرد تركيا من حلف الناتو أثناء الغزو للشمال السوري. هذه الأمور ربما يكون هناك الآن توحد كما أشرت في حديثي قبل قليل حول وجهات النظر إزاء ليبيا وإزاء تركيا بعد خروج البيان الذي صدر عن ألمانيا وعن إيطاليا وعن فرنسا. هذا البيان الثلاثي يؤكد أن هناك موقف أوروبي سينعكس بطبيعة الحال على أعضاء حلف الناتو، وهو التخوف من انقسام الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي، والتخوف من دول حلف الناتو أيضا أن يحدث بها تصدع وشقاق أو أن يحدث مواجهات بين حلف الناتو، خاصة وأن تركيا الآن تتحدى أيضا ليس دول خارج حلف الناتو، ولكن تتحدى أيضا دول شريكة للاتحاد الأوروبي مثل دول مثل اليونان وقبرص. هذه التنقيبات التي تحدث أمام جزيرة قبرص أو التحدي والتحرش بالطائرات اليونانية نحن يجعلنا ويجعل المجتمع الأوروبي ويضع حلف الناتو أمام مش إشكالية كبيرة جدا، وهي كيفية مواجهة تركيا التي ضربت بجميع الاتفاقيات وبجميع الالتزامات الدولية عرض الحائط وعدم التزامها لهذا. ربما يكون أيضا الموقف التركي في إزاء هذه القضية أو فكرة الاستمرار في هذا هو دافع لمصالح شخصية وليس مصالح المجتمع التركي. نحن نشاهد ونتابع الأحداث في الشارع التركي الرافضة لمثل هذا العدوان والغزو للشمال السوري صحيح. أو حتى لليبيا، ولكن هذه هي أطماع شخصية يحركها أردوغان وأقنعته به جماعة الإخوان. لذلك كانت هناك تقارير ودراسات تحدثت حول أن الدور التركي في المنطقة أو حتى الأفعال التركية أو أن أردوغان بات يخدم مصالح الإخوان ولا يخدم مصالح تركيا والشعب التركي. الآن أموال الشعب التركي والضرائب التي تفرض على الشعب التركي تذهب مباشرة لدعم الميليشيات الإرهابية بهذه الأموال التي كان يستحقها الشارع التركي، تنفق على الإرهاب، دعم الإرهاب في ليبيا، دعم الإرهاب في سوريا، نشر الإرهاب. كل هذه أمور بات الآن الأطراز يعني يدركون هذا الأمر ويندّدون به كثيرا، ولذلك كانت هناك نداءات في الداخل التركي بضرورة يعني عزل أردوغان أو إقالة أردوغان. هذا الأمر الذي تحدث كثيرا وما زال هناك حديث حوله. الآن الاتحاد الأوروبي ربما يكون هو يصبر وما زال يتمسك بشعرة معاوية مع النظام التركي على أمل أن يرحل هذا النظام ويأتي نظام آخر يكون أكثر يعني مصداقية معه وحليفا له. كي لا يخسر تركيا كحليف تاريخي له. ولكن لو سمحت لي ننتقل إلى ضيفي أيضا من القاهرة الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني بحسب متابعتنا للإعلام والصحف الروسية طيلة الأسبوع المنصرم، صحيفة جازيتا رو تساءلت بأنه كيف أوقعت ليبيا بين أعضاء الناتو. اليوم الإعلام الروسي يركز على إمكانية تفكك أو تفاقم الخلاف بين أعضاء حلف الناتو. هل هناك توجه روسي يصب بهذا الاتجاه برأيك؟ من الأخطاء الشائعة في الملف الليبي أن روسيا لها علاقة بالوضع في ليبيا. حقيقة الأمر أن الروس يستخدم ورقة اللعب بهم النظام التركي حتى يأخذ موافقة ضمنية على خروقاته من الولايات المتحدة ومن أعضاء حلف الناتو. الروس ليس لهم علاقة بالملف الليبي لا من قريب ولا من بعيد، علاقات سياسية. طيب وما رأيك بوجهة النظر التي تقول أن من صالح موسكو تفاقم الخلاف بين حلفاء الناتو؟ نعم بلا شك بلا شك، بدليل أن الرئيس ماكرون سعى للاتصال بالرئيس بوتين من أجل يعني تهيئة الأمر وأن تكون جبهة ضد الرئيس التركي أردوغان.
وحتى يتم تحييد روسيا في المسألة، حتى يتم معاقبة أردوغان كما تريد فرنسا. ما تفعله تركيا داخل حلف الناتو هو مخالف للقواعد والقوانين التي بني عنها حلف الناتو. حاول أردوغان قبل شهور قليلة أن يستجلب حلف الناتو لكي يدخل معه في سوريا ضد روسيا، لكنه فشل. حاول أيضا أن يستجلب حلف الناتو في ليبيا حتى يتم له ما يريد، بل أن هناك معلومات موثقة ومؤكدة ذكر قادة كبار عن أن تركيا تستخدم أعلام حلف ناتو في داخل تركيا حتى تشرعن الدخول القوات التركية للأراضي الليبية. قالوا بأن عدد من الميليشيات وبعض المستشارين الأتراك كانوا يستخدمون أعلام حلف ناتو داخل ليبيا. ما أود أن أقوله هو أن 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 الأتراك يحاولون طول الوقت استخدام حلف الناتو في معاركهم الأيديولوجية. طيب أستاذ 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 أحمد، يعني بنظرة بسيطة لواقع الحال اليوم في مصر، لا تواجه في ليبيا. طيب مصر لا تواجه خطر على حدودها الغربية وحسب، بل هي أيضا موجهة أو مواجهة عدو قديم جديد. يعني أردوغان اليوم يريد أن يسيطر على ليبيا اقتصاديا ويلحق الهزيمة أو الأذى من جديد بمصر لنزعته العدوانية فيما يخص الأخوان المسلمين وفشلهم في السيطرة على القاهرة. أستاذ أحمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ أحمد الخطيب، سنعاود الاتصال بك. طيب الانتقال إليك أستاذ علي، يعني اليوم هناك من يقول بأن تدخل أردوغان في ليبيا لا يشكل فقط الأهداف الاقتصادية في هذا البلد، بل إلحاق الأذى بمصر التي يعني إلحاق الأذى بمصر ولنزعته العدائية فيما يخص فكره فكر الأخوان المسلمين بالسيطرة على هذا البلد. يعني وإن كان لي توصيف مختلف عن كون المدرسة الإسلامية التركية التي ينضوي ضمنها الرئيس أردوغان والتي انبثقت من أربكان هي مدرسة مدريدية حنفية مختلفة تنظيميا عن فكر الإخوان المسلمين، وإن تأثروا وكان هناك تقاطعات معينة في مرحلة سابقة. طبعا مصر كانت تأمل من خلال محاولة حفتر وقوات الشرق الدخول إلى طرابلس من القضاء على نفوذ الإسلاميين داخل طرابلس، مما يمكن أن يضعف أيضا نفوذ النهضة والإخوان في تونس، ليمتد النفوذ المصري السعودي الإماراتي من المغرب إلى مصر إلى السودان ليبيا وتونس حتى معظم دول الخليج لتكون منطقة شبه يعني ذات وجه سياسي قريب من هذه الدول الثلاث. لا شك أن ثبات قوات طرابلس ونجاح تركيا في الاستفادة من تناقضات بعض حلفائها ونجاحها في نقل حوالي 10,000 جندي من المعارضة السورية، إضافة إلى نجاح طائرات بيرقدار في قلب المعادلة، قد ثبت نسبيا المعادلة التركية داخل ليبيا وأحبط نسبيا يعني ما عملت عليه مصر خلال الفترة السابقة، ومن هنا جاء التهديد المصري العلني بوضع الخط الأحمر. طبعا لمصر في ليبيا نفوذ تاريخي وحتى علاقات مصارعة ما بين قبائل بنغازي وقبائل عند الحدود مع مصر، وهي التي تمتلك معها حوالي 1115 كيلومتر من الحدود، وأيضا تأمل مصر من أن يكون جزء من النفط الليبي هو يعني تعتمد عليه للخروج من كونها الدولة التي دائما ما تحتاج إلى ديون البنك الدولي. طبعا أيضا ليبيا تعتبر المعركة في ليبيا ذات بعدين، بعد اقتصادي، وقد أعلنه نائب رئيس التركي الذي قال
أن يعني دخولنا إلى ليبيا وثباتنا في ليبيا وتثبيت حكومة السراج مصدق كل الخطط والمخططات التي كانت تعمل إلى إقصاء ليبيا إلى إقصاء تركيا من الشرق المتوسط ومن الملف النفطي فيها. طبعا إضافة إلى البعد الأيديولوجي الذي ظهر بوضوح في ليبيا من خلال هذا المسار. طيب أستاذ علي، يعني في معظم آراء الكتاب التي تابعناها طيلة أسبوع منصرم هناك قاسم مشترك في وجهات النظر، الكل يتساءل أين الدور العربي باستثناء دور مصر. اليوم تركيا تدخل في اليمن، تركيا تدخل في سوريا، في العراق، في ليبيا، يعني ماذا تنتظر جامعة الدول العربية من أخذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات العدائية التركية في الدول العربية؟ يعني طبعا لا شك أن الدول العربية تعرضت لمحاولة تفريغ وتقتير وتقسيم هذه الدول وتحويل أولوياتها باتجاهات قطرية، مما أضعف يعني المؤسسة العربية وحتى جامعة الدول العربية. لا شك أن مما أتاح لبروز التناقضات ولتدخلات من خارج الإقليم، تدخل يعني البعض يعتبر أن هناك تدخل تركي، تدخل أيضا إثيوبي، البعض يعتبر أن هناك تدخل إيراني، طبعا إضافة إلى وجود القواعد الأمريكية والفرنسية المنتشرة في طول العالم العربي وعرضه، طبعا بغض النظر عن تأييد لبعض هذه الدول من عدمه في بعض الملفات، من عدمها هناك ضعف ومرحلة ضعف عربية لا شك بعد استنزاف هذه الدول العربية من خلال القضاء على الطبقة الوسطى التي تعتبر وقود التغيير، وأيضا تحويل هذه الدول إلى مجتمعات استهلاكية مما أفقدها القدرة على المبادرة والقيادة والريادة مع ما تمتلكه من ثروات هائلة يعتاش عليها الكوكب بأجمعه، وأيضا وجود الدول العربية عند المضائق الاستراتيجية في البحر الأحمر ومضيق هرمز وغيرها. طبعا لا شك هذا يعني هذا موضوع شائك وطويل وبده يمكن طيب حلقات كاملة. طيب لو سمعنا وجهة نظر ضيفي من القاهرة محمد ربيع الدهي. أستاذ محمد، اليوم تحدثنا عن الموقف العربي المتشرذم وهو حديث طويل كما تحدث ضيفي الأستاذ علي، ولكن باختصار موقف عربي متشرذم فيما يخص المسألة الليبية، يعني تناقضات في وجهات النظر في أوروبا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستتمكن مصر من توحيد دور عربي أوروبي فيما يخص مواجهة مطامع أردوغان في الدول العربية وعلى رأسها ليبيا؟ أولا لدي بس اعتراض بسيط على ما ذكره الضيف الكريم الأستاذ علي، وهي الفكرة أن مصر طامعة أو تسعى لاستغلال النفط الليبي، هذا غير واقعي وغير حقيقي. إن كانت مصر تسعى إلى هذا كان أمامها وقت كافي لاستغلال هذا النفط، بالعكس مصر قدمت مبادرة، وبناء على العناد التركي ورفض حكومة السراج بهذه المبادرة أعلنت أو لو واحد باستخدام القوى العسكرية إن تجاوزت ميليشيات التي تدعمها تركيا الخط الأحمر التي ردمته مصر والتي ترى أنه تهديد مباشر، إن تجاوزت بالفعل الميليشيات الإرهابية أو الميليشيات الموجودة في ليبيا هذا الخط، نحن نتحدث على أن هناك أقل من 1000 كيلومتر بين الحدود المصرية وهذه الخط، بما يهدد الأراضي المصرية تهديد مباشر. طيب أستاذ محمد، يعني عذرا على المقاطعة ولكن كسبا للوقت لم أعد أملك الكثير من الوقت، لو عدنا لسياق السؤال لو سمحت، هل ستتمكن مصر من توحيد دور عربي أوروبي موحد في مواجهة مطامع أردوغان؟ من المؤكد أن مصر ستتمكن من توحيد دور عربي أوروبي، شاهدنا هذا التوحيد أثناء إعلان القاهرة، والآن سيكون هناك توحيد أيضا للموقف العربي والموقف الأوروبي. هناك كانت هناك دعوات أو كان هناك حديث حول مدى شرعية مصر في التدخل إن رأت أن هناك تهديد مباشر من المجتمع الدولي، والآن في الدول العربية، تونس بالمناسبة حدث لديها تغير في الموقف بالحديث حول دعم القبائل، وهي بالمناسبة أشار لها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الحديث حول احتمالية استخدام القوى العسكرية إن لزم الأمر بضرورة توحيد القبائل ودعم القبائل عسكريا إن رغبت هذه القبائل لتكون رأس حربة في مواجهة
أردوغان. أنا أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام، انتهى الوقت المخصص لحلقة هذه الليلة. كنت معي من بيروت الأستاذ علي يحيى الباحث والمستشار في العلاقات الدولية، ومن القاهرة الباحث في العلاقات الدولية والتركية الأستاذ محمد ربيع الديهي، وكنت معنا أيضا الكاتب الصحفي من القاهرة الأستاذ أحمد الخطيب. أنا أشكركم جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات. إذن مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام اليوم السابع، والآن نستعرض نتيجة مشاركاتكم والإدلاء بآرائكم عبر السؤال المطروح على موقعنا الرسمي. أشكر لكم طيبة وكرم المتابعة مشاهدينا، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم تيفي دوت نت لتكونوا أحد المشاركين بآرائكم في اليوم السابع. إلى اللقاء.